زكريا مرحبا بنا عندك اخويا. الله يحفظك ليا ودي. الله يكبر بك السي المهدي وكنرحبوا حتى بالاذاعه ديال الاشواق. خويا حنا محتاجين نقولوا لك عرف لينا براسك لحقاش ماشي اول عام كنجو عندك ديما شويه يعني معروف انا كلشي كيعرفني. علاش كيعرف؟ منقيد شويه اي حاجه جات معايا انا كندير شويه. هو دابا على الشوايه من الصيف للصيف كنتحركوا غير في هاد الشوايه. شنو كدير؟ هاد الشوايه هي اللي عاد، هاد المشروع ديالنا هو اللي عاد، هاد الشي هو اللي طالينا الله سبحانه وتعالى، حنا كنترزقوا منه على الله. الشوايه واش تقدر تاكلها في شي بلاصه من غير اسوي؟ خويا نقدر نقول لك انا هذا خطا كبير، اللي غياكل الشوايه من غير اسوي غياكل اكبر خطا. مدينه اللي معروفه في المغرب نقدر نقول لك عالميا ماشي غير المغرب، عالميا مدينه اسوي معروفه بالسرديب. حنا الله عاطينا هذا الخير هذا من عنده اخو. هاد السرديل هذا كيتزيت اللي ما مزيتش شي سرديل في المغرب بحالو اخو. هادشي اللي كاين، حنا مدينه فقراء كنرحبوا بالضيف، عزيز علينا الضيف كنتهلاو فيه، مدينه الكرم، مدينه زوينه اليز كما كيقولوا الناس، مدينه على قد الحال. عندك 1000 فرانك تاكل، عندك 100 تاكل، عندك 60 ريال تاكل، ما عندكش تاكل. هاد المدينه هادي باش كتمتاز عاوتاني زوينه. تقدر تمشي غير لشي مارشي دابا تاع الحوت، تدي الزقاعيد ديال الحوت الدور يعطوك الحوت. واش فهمتي اش بغيت نوصلك؟ تجي عندي انايا تقول لي اعطيني شويه ما نردكش، نعطيك شويه. يعني دابا هذا هو الشعار ديالك، اللي عنده ياكل اللي عنده اللي ما عندوش يجي ياكل. مرحبا بك خويا. واخا زكريا، كيجيو عندك ناس من مختلف البلايص في المغرب كيديروا مقارنات ما بين الشويه ديال بلايص اخرى والشويه ديالك هنايا. وكي كيذوقها عندي الناس، كيذوقوها عندي كيقول لي يا خويا ما عمرناش لنا خويا بحال هذا المذاق اللي ذقنا عندك اخو. هادشي اللي كاين خويا. انا النصيحه اللي اللي نبغي ننصح الانسان، انا خويا السرديل لما كانش حي لما جديدوش انا من البارك وحي ما نجيبوش نحطو عندي يا خو. انا ما كنخدمش بالسرديل ديال الليل وما كنخدمش بالسرديل ديال البارح، كان السرديل ديال البارح كان فراني. انا كنخدم بالسرديل ديال العشرة ديال الصباح، كنتسنى البارك حتى كيدخل حتى العشرة تاع الصباح حتى ال11 عاد نطلع السرديل. انا ماشي مشكل، المهم خصني نطلع السرديل حي. هذا حرفت يا خو، انا حليت عينيا وسط الحوت اخو، حليت عينيا وسط الشواي. هادشي اللي كاين خو. نقدروا نوصلوا حاجه غير نوروا الناس حتى هما باش يقدروا يعرفوا السرديل الحيه من الناحيه. كلينا السرديل اخويا، كلينا السرديل، كلينا فادي. هاد الشبكه هادي وكو... من الارض دابا وكوبينا فادي من نهار مشات هادي مشى الخير. كيفاش كوبيتي؟ هادي دير كانوا كيكوبوا فيها الباركوات ما بقاتش، ما كانت ما بقاتش. هادي من نهار مشات مشى معاها الخير. هاد السليلات وهادشي اللي كاين خويا. واخا زكريا بشحال كدير شويه؟ خويا كنديرها ب 15 درهم مع فليفله مع دنيجيلات مع لاصوص مع شلايضه، داكشي ديال 15 درهم. ما غنزيد عليك ما تزيد عليا. شويه كامله مكموله؟ شويه كامله مكموله خويا. اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ما عندكش جيت تاكل. مرحبا بك خويا. شنو كتمثل لك مدينه اسفي؟ خويا مدينه اسفي مدينه عميقه، مدينة زوينة، مدينة نقية، ولكن هاد الناس ما باغينهاش تزيد لقدام. بحال مخلينها اللور. خصهم الله فيها. خصهم يتهلاو فيها خويا. أنا كنطلب من المسؤولين الله يرحم بها الوالدين، بحال ما تبقاوش ديروا عاوتاني هاد الإصلاحات، تجوا تال الصيف وكتبداو تصلحوا في المدينة. حشومة صاحبي، خلوا هادشي تال الشتا وبداو تصايبوا فيه. هادشي اللي كاين خويا. ما هي المدينة عزيزة عليك؟ مدينة خويا ما نقدوش نفوتوها، احنا دابا خويا كنعرفوا نعوموا. انا عطيني ندخل لك وسط ما عرفتيش.
وفي ما نضربش ضربه هذو نزيد من هذه البلاد هذه اخويا. ولكن مدينه ولافه، مدينه ما سخيناش بها. هذه المدينه هذه راه عكاك اخويا، هذه المدينه زوينه بزاف اخويا. وهاد الناس هذو راه ماشي احنا اللي قلناه، راه ابن خلدون نهار جا هنايا راه سماها حضيره المحيط، راه ماشي احنا اللي سميناه، راه مين جا ابن خلدون هنا راه لقى الضو ولقى 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 هادشي اللي كاين خويا. وتحياتي لكم وكن الناس اللي غادي يشوفوا خويا. انا رسالتي كنوصلها للعمالنه ديال اسفي والبلديه ديال اسفي، يديروا معنا المزيان هنايا. انت خويا تلفت 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 اخويا، شد 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 على لاكوت كيداير خويا، راه صحراء قاحل. تعاونوا معنا، عطونا شي كيوسكات، تعاونوا مع الشباب. مشيت حنا دخلنا وتخلونا غدا ولا بعد غدا نتبرداو، حنا ما بغيناش نتبرداو، راه ساهل التبرد، راه دغيا راه دغيا تبرد، تجيبها الشراب تا فريد دغيا مشيتي تبرديتي. ولكن حنا كنحيدوا من داك الشيء، كنبرجعوا اللور، كنبرجعوا السينط اللور. وتحياتي لكم، مرحبا به والف مرحبا. والناس الجاليه المغربيه والناس الجاليه الاوروبيه مرحبا بهم والف مرحبا. واللي بغى ياكل شويه يجي عند خوكم زيكو، ومرحبا بكم واحسن سردي. وتحياتي الاشواق. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.